السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة؟ وكيف نستطيع أن نعلم الببغاء الكلام؟ ونحن اليوم في هذا الفيديو سنتعلم تلقين الببغاء كلمة السلام عليكم. وقبل أن نبدأ في تكرار هذه الكلمة، يجب علينا ألا ننسى دعم القناة بالإعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كيف يستطيع الببغاء أن يتكلم؟ أولاً، إن الببغاوات لا تتكلم، إنما تقلد ما حفظت، فيجب عليك لكي يتكلم الببغاء أن تكرر الكلمة باستمرار. يجب عليك أن تكثر من تكرار الكلمة في الصباح وفي المساء. عليك أن تقوم بتشغيل هذا المسجل باستمرار حتى يحفظ الببغاء الكلمة. يجب عليك أن تعلم أن الببغاء يجب أن يتم تلقينه من بعد الفطام مباشرة، يعني بعد مرور من 3 أشهر إلى 6 أشهر نبدأ بعد ذلك في تعليم الببغاء الكلام، وذلك بتكرار الكلمة. يجب عليك أن تكرر الكلمة عند تقديم الطعام لكي يحدث ربط بين الكلمة وبين المكافأة وبين الطعام، فيحب الطائر هذه الكلمة ويكررها باستمرار. فكلما قدمت الطعام للطائر عليك أن تكرر هذه الكلمة، وسيعلم الببغاء بعد ذلك أن هذه الكلمة تعني اقتراب وضع الطعام، فحينئذ سينادي على صاحبه عندما يصاب بالجوع، سيكثر من تكرار هذه الكلمة والتي تعني أنه يريد الطعام، لأنه ربط بين الكلمة وبين الطعام. فأكثر من تكرار هذه الكلمة عند تقديم الطعام، ويجب عليك أن تكثر من تكرار الكلمة في الصباح وفي المساء. تستطيع أن تشغل هذا الفيديو أو أي مسجل يكرر الكلمة باستمرار في الصباح وفي المساء، يعني من نصف ساعة إلى ربع ساعة. عليك أن تكثر من تكرار هذه الكلمة بأن تترك هذا الفيديو يكرر الكلمة باستمرار. أيضا يجب أن يكون الببغاء قد تم تأكيله تأكيلا يدويا، ويجب أن يكون هذا الببغاء قد تم تدريبه. الببغاء الذي لم يتم تدريبه ولم يتم تأكيله تأكيلا يدويا يصعب عليه أن يتكلم، لأن هذا الببغاء لا يستأنس بالإنسان. أيضا يجب أن تعلم جيدا أن هناك بعض أنواع الطيور والببغاوات لا تتكلم، فيجب عليك أن تختار الببغاء الذي يستطيع أن يتكلم. فهناك ببغاوات وطيور لا تتكلم، أو ربما تتكلم ولكن بصعوبة وتحتاج إلى معاناة وإلى تعب شديد، وحتى لو تكلمت فإن الكلمة لا تكون واضحة، مثل عصفور الكوكتيل. عصفور الكوكتيل من الصعب أن يتكلم، لكن إذا تكلم فإنه يحتاج إلى معاناة كثيرة. فعليك أن تختار الببغاء الذي يحسن الكلام، مثل ببغاء الدرة المطوقة بجميع أنواعها، وببغاء الأمازون، وببغاء الكاسكو، وببغاء مكاو. هذه أنواع من الببغاوات تجيد الكلام ويسهل عليك أن تعلمها الكلام. ولكن متى يتكلم الببغاء؟ يتكلم الببغاء على حسب نوعه. فالكلمة الأولى تحتاج إلى مجهود كبير جدا، مثل الطفل الصغير الذي يتكلم الكلمة بصعوبة، لكن الإنسان كلما كبر كلما استطاع أن ينطق الكلمة بسهولة. فأول كلمة تحتاج إلى مجهود وإلى وقت طويل، فقد يأخذ ببغاء الدرة المطوقة يأخذ من 6 أشهر إلى 7 أشهر أو إلى سنة تقريبا حتى يتكلم الكلمة الأولى. أما الكلمة الثانية فإنه يحفظها في خلال أسبوع واحد. الكلمة الأولى تأخذ إلى وقت طويل جدا. أما ببغاء الكاسكو فإنه يتكلم بسرعة، فقد يحتاج من 1 إلى 2 شهر ليتكلم الكلمة الأولى. ويختلف كل ببغاء عن الببغاء الآخر حتى من نفس النوع،
على حسب قدراته وعلى حسب كثرة تلقين المنقن والمعلم، فبعض البابغاوات مثل الكاسكو يحفظ بالعشرات من الكلمات، وبعض البابغاوات لا يجيد إلا كلمات بسيطة من 10 كلمات إلى 3 كلمات. وينبغي عليك إذا شغلت هذا المسجل ليعلم البابغاء، عليك أن تبعد البابغاء عن الأصوات المحيطة بالغرفة، عليك أن تبعده عن أصوات التلفاز وعن أي أصوات خارجية، لكي يركز الطائر في الكلمة التي يسمعها باستمرار عبر هذا الفيديو أو عبر أي مسجل يكرر الكلمة. إن تشغيل هذا المسجل سيريحك كثيرا، لأنه سيقوم بعملية التكرار المستمرة لكي يحفظ الطائر الكلمة ويقوم بتكرارها باستمرار. حاول أن تقوم بتشغيل هذا الفيديو في الصباح وفي المساء، وسوف نتعلم الآن ونكرر كلمة السلام عليكم. سلام عليكم، 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 سلام عليكم،
سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم،
سلام عليكم. 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 سلام عليكم.